Oh mon Dieu, Kiki, bonjour. Bonjour, madame. أنا جارتكم جارة الـ MTV. سكنهم بالنكاش. Regarde, هيدا البناية. إيه شفتي هيدا الطابق هون اللي فيه جنينة هيدا بيتي. Oh mon Dieu, Kiki, بدي أسألك بليز. فيني شوف المدام تبعية الإتيكيت؟ حسب الصراحة ما بعرف إذا اليوم عندها تسجيل. لازم ابعث لها ميساج ضروري ضروري. إذا بدك أنا بوصل لها قولي لي. برومي جوري بتوصلي لها. أوكي تري بيان. بتقولي لها بليز العالم بهمهم حلقة سبيسيال عن إتيكيت الانتخابات، الحبر الانتخابي والإصبع. Oh mon Dieu, Kiki. كيف بدي اقول لك يعني انا مثلا بهمني كثير اعرف اتيكيت الاصبع بالحبر، هل بحطه دغري بالحبر ولا لازم حطه على مهل؟ هل يا ترى فيني اطلع بالاصبع ولا لا؟ مش لازم اطلع فيه انا وعم غطسه بالحبرات؟ كم مليمتر حبر لازم يكون فيه على الاصبع؟ انه فينا نحط فيرني ولا ما بيسوى نحط فيرني مع الحبر مش اتيكيت؟ مثلا اللون اللي بيلبق اكثر مع الحبر، عرفتي كيف؟ اذا نيود، اذا روج، اذا فرنش، شو لازم نحط؟ كيف لقيت الفكره؟ قولي لها انا ناطره الحلقه، واذا عتليني هم افكار جديده وهيك انا على طول عندي كل يوم بقطع. ميرسي بوكو.